خلوه عيلت واخده بمديله في سردت مالكوش فايون حسولي خلدة المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. يا ربنا يسوع المسيح، يا من غفرت للمخلع خطاياه وشفيته وحملته سريره أمام الجمع، يا حامل خطايا البشر أجمعين، أهلنا أن نتأمل في آياتك المذهلة، شددنا بقوة غفرانك وأشركنا في نعمة فدائك، فنشكرك ونمجدك وأباك وروحك الحي القدوس الآن وكل آن وإلى الأبد. السلام للبيعة ولبنيها. لقد نزلت في أرضنا رحمة وحنانا، وشئت أن تظهر مدى عطفك وحبك، فأمرت المخلى بأن يحمل سريره ويسير على مرأى من الجماهير ليؤمن الجميع بألوهيتك. يا معيد الفرح إلى ذلك المريض المتألم، وغافرا خطاياه، نشكرك ونسبحك على الموهبة العظمى
التي منحت كنيستك أن تحل باسمك من الخطايا وتغفر للتائبين. والآن نسألك أيها المسيح إلهنا على عطر هذا البخور، مد إلينا يدك القادرة وافتقدنا بقوة غفرانك. ثبتنا على الأمانة الكاملة لك، ورسخ فينا ذكرياتك وتعليمك إلي. مرخمور فنمجدك ونشكرك وإياك وروحك القدوس إلى الأبد. يا وعد الحياة الحق،
ربنا يسوع المسيح واهب الشفاء ومن الراحة والخلاص، اقبل بخورنا وامنحنا معرفتك الإلهية، مد يدك القديرة واشف مرضانا المتألمين بيننا، افتقدنا ببلسم غفرانك، فإن لك الملك والقدرة والمجد والشكر الآن وكل آن وإلى أبد الأبدين. قد شاءت له قد شاءت قد شاءت له قد شاءت حيلت قد شاءت له قد شاءت له قد شاءت حيلت قد شاءت له أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد. يا قلب الفادي المجروح أبنى فيض الغفران، القديس بولس الرسول الأولى إلى تلميذه تيموتاوس وبارك يا سيد. المجد للسيد بولس الذي بشر في 4 أقطار العالم، فلتكن صلاته سورا لك أيتها القارئة ولك أيتها الجماعة المؤمنة إلى الأبد. يا إخوتي، من الناس من تكون خطاياهم واضحة قبل الحكم فيها، ومنهم من لا تكون واضحة إلا بعده، كذلك فإن الأعمال الصالحة هي أيضا واضحة، والتي هي غير واضحة فلا يمكن أن تبقى خفية. على جميع الذين تحت نير العبودية أن يحسبوا أسيادهم أهلا لكل كرامة، لئلا يجدف على اسم الله وتعليمه. أما الذين لهم أسياد مؤمنون فلا يستهينون بهم لأنهم إخوة، بل بالأحرى فليخدموهم، لأن المستفيدين من خدمتهم الطيبة هم مؤمنون وأحباء. ذلك ما يجب أن تعلمه وتعظوا به. فإن كان أحد يعلم تعليما مخالفا ولا يتمسك بالكلام الصحيح، كلام ربنا يسوع المسيح، وبالتعليم الموافق للتقوى، فهو إنسان أعمته الكبرياء، لا يفهم شيئا لأنه مصاب بمرض المجادلات والمماحكات التي ينشأ عنها الحسد والخصام والتجديف وسوء الظن والمشاجرات
بين أناس فاسدي العقل زائفين عن الحق يظنون أن التقوى وسيلة للربح والتسبيح لله دائما. الذي بشر العالم بالحياة فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. والابن والروح القدس أمين. قال مرقس البشير: عاد يسوع إلى كفرناحوم وسمع الناس أنه في البيت، فتجمع عدد كبير منهم حتى غص بهم المكان، ولم يبق موضع لأحد ولا عند الباب، وكان يخاطبهم بكلمة الله، فأتوه بمخلع يحمله أربعة رجال، وبسبب الجمع لم يستطيعوا الوصول به إلى يسوع، فكشفوا السقف فوق يسوع ونبشوه ودلوا الفراش الذي كان المخلع مطروحا عليه. ورأى يسوع إيمانهم فقال للمخلع: يا ابني، مغفورة لك خطاياك. وكان بعض الكتبة جالسين هناك يفكرون في قلوبهم: لماذا يتكلم هذا الرجل هكذا؟ إنه يجدف، من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده؟ وفي الحال عرف يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا في أنفسهم، فقال لهم: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ ما هو الأسهل، أن يقال للمخلع: مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال: قم احمل فراشك وامشي؟ ولكي تعلموا أن ابن الإنسان له سلطانا أن يغفر الخطايا على الأرض، قال للمخلع: لك أقول، قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك. فقام في الحال وحمل فراشه وخرج أمام الجميع، حتى دهشوا كلهم ومجدوا الله قائلين: ما رأينا مثل هذا البتة حقا. والأمان لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح والبركة، من أجلك نبيه الحي لنا.
كلمة صغيرة عن الإنجيل عن المخلع. هالإنسان يلي رقم 4 مرافقه، أول شيء اسمه مؤلف من 4 حروف، ونبش على 4 أشخاص أنهم يحملوه. هالإنسان المخلع كان إنسان حرف الميم موجوع، حرف الخاء كان إنسان خائف، حرف اللام كان إنسان عم بينبش على لقاء مع يسوع، وحرف العين كان محتاج أنه يكون في عنده عون من أشخاص يكونوا عم بيساعدوه. مشان هيك 4 أشخاص حملوه، وهالأشخاص حتى حملوه كان في معاملة كتير مهمة لازم أنهم يعملوها. أول شيء لأنه الدنيا كانت مليانة بالناس وما في محل أنهم يتلاقوا فيه مع يسوع المسيح، مشان هيك هالأشخاص أول شغلة عملوها أنه حفروا السقف، نبشوا السقف ودلوا هالإنسان المخلع. والناس يلي كانوا موجودين كان في نوعين من الناس أو 3 أنواع، 4 أنواع ما دام مشينا برقم 4، كان في 4 أنواع من الناس. كان في عنا الناس، أول نوع من الناس هن الناس يلي كانوا يحبوا يسوع المسيح، يمكن لأنه يسوع عمل معهم إعجوبة ومشان هيك بنشوف إنه على طول كانوا يتبعوا. النوع الثاني من الناس كانوا الناس يلي يمكن ناطرين من يسوع إنه يعمل معهم إعجوبة، مثل هالإنسان المخلع ومثل هالأربعة يلي كانوا منتظرين إنه يسوع يعمل معهم إعجوبة. النوع الثالث من الناس هن الناس الحشريين يلي جايين بس حتى يشوفوا شو بده يعمل شي جديد يسوع. والنوع الرابع من الناس هن الكتبة والفريسيين يلي من البدايات هن ضده ليسوع المسيح، شو ما عمل هن ضده. فإذا هالأربع أنواع من الناس كانوا موجودين، وهالأربع أنواع من الناس هن الناس يلي بيتألف منهم المجتمع. اختار هن الأشخاص يلي بدهم من يسوع أنه يعمل معهم إعجوبة، واختار هن الأشخاص يلي يسوع عمل معهم إعجوبة وانقلبت حياتهم كلها سوا وصاروا متابعينه بكل مراحل حياتهم، ونشوف أنه صار في تغير جذري بحياتهم. واختار الأشخاص يلي وجود يسوع المسيح هو مجرد علامة استفهام بحياتهم، واختار الأشخاص يلي بيرفضوه ليسوع وبيقولوا لك أنه يسوع ما أنه موجود. نيتشه بيقول قد مات الله، الله مات. فإذن بين هالأربع أنواع من الناس يسوع كان موجود، ونظرة يسوع ولا مرة كانت نظرته مثل ما الناس بتنظر. لأنه إذا منطلع على طول نظرة الناس، يعني إذا منطلع بالإنسان الأعمى كيف اطلعوا فيه، هيدا إنسان مرمي متروك ما حدا بيطلع فيه. إنما نظرة يسوع المسيح كانت نظرة رحمة. إذا منطلع بالمرة الزانية كيف اطلعوا فيها، هيدي مرة خاطئة، إنما يسوع اطلع فيها نظرة رحمة، نظرة محبة. هالإنسان المخلع يلي كمان نظرتهم لإله كانت نظرة إنسان خاطئ، لأنه بالنسبة لإلهم المرض كان خطيئة، إنما نظرة يسوع كانت نظرة محبة وكانت نظرة رحمة. يسوع عم بيعلمنا اليوم أول شيء إنه ننبش بحياتنا، ما نضلنا بالسطحيات. في شغلات كتير مدعوين إنه ننبشها بحياتنا، ولما مننبش بحياتنا منشوف إنه في شغلات كتيرة لازم نكبها، وفي شغلات كتيرة لازم نخليها. مشان هيك مع يسوع في تخلي، مع يسوع في تجلي، ومع يسوع في تحلي. تنكون نحن مع يسوع بدنا نتخلى عن شغلات كتيرة، بدنا ننبش بشغلات كتيرة بحياتنا ونتخلى عنها. تنكون مع يسوع بدنا نتحلى بصفاته، بدنا نتطلع بيسوع أو بالإنسان يلي فيه يسوع نظرة محبة. وحتى نكون مع يسوع صورته بتتجلى فينا، وكل إنسان بيتطلع فينا بيشوف صورة الرب. مشان هيك كل واحد منا مخلع
بشغل من الشغلات بحياته. كل واحد منا في شيء هزه، يمكن بعائلتنا، يمكن بمجتمعنا، يمكن ببيتنا، يمكن بضيعتنا، يمكن بالمكان اللي انتم موجودين فيه بكنيستنا. كليتنا فينا تخلع، وكليتنا محتاجين لبعضنا البعض. ما حدا يفتكر انه المخلع كان قادر يوصل ليسوع المسيح لو ما كان في اربع ايدين حملته ونزلته عند يسوع المسيح. وما حدا منا يفتكر انه نحن قادرين نقوم بمشكلتنا لوحدنا الا ما نحس بايدين الله عم بتساعدنا، وايدين الله هي يلي عم تعطينا الحل. وايدين الله ما بتشتغل ننطر اعجوبه انه ايدين الله تنزل من السماء، لا. البابا يوحنا بولس الثاني لما بيحكي عن الكهنه بيقول لهم باسم يسوع، انه يسوع عم بيقول له للكاهن انا محتاج لايديك، لانه من خلال ايديك انا ببارك، من خلال ايديك انا بعمد، من خلال ايديك انا بكلل، من خلال ايديك انا بعطي مغفره الخطايا. واليوم يسوع عم بيقول لكل واحد منا انا محتاج لايديكم حتى تكونوا مع بعضكم البعض، ايدين مشبوكين، ايدين موحدين، وخاصة بهالمنطقة يلي انتم موجودين فيها. إذا ما كنتوا أقوياء في خوف كتير كبير على مسيحيتنا، بس نحن أقوياء بمن يقوينا. نحن أقوياء بمن قال أبواب الجحيم لن تقوى على كنيسته. نحن أقوياء لأنه نحن من رحم الاضطهاد ولدنا، نحن ولدنا من رحم الاضطهاد ومن رحم العذاب. يسوع يلي حمل الصليب ومات كرمالنا حتى يعلمنا أنه نعرف نحمل الصليب، ونعرف نمد إيدينا لبعضنا البعض حتى مع بعضنا البعض نعرف أنه ننكش حياتنا، نتخلى، نتحلى، ونتجلى مع يسوع المسيح. بنهي بخبره عن هوني ملك بيدعي رسامين على مملكته، بيقول لهم بدي إياكم أنه تجوا لعندي وترسموني، والشخص يلي بيرسمني أجمل شيء أنا راح أعطيه بنتي. وبيتوافدوا هالرسامين من كل أنحاء العالم لعند هالملك حتى كل واحد منهم يرسمه، وبيقعد الملك قدامهم وبيبلشوا هالرسامين كل واحد منهم يرسمه. بين هالرسامين يلي كانوا موجودين في شخص إجا حامل صخرة حطها قدامه، وبقلب هالصخرة كان حامل صخرة صغيرة موجودة بإيده فيها زنتيف من الصخر يلي طالع. قعد الملك وبلشوا الرسامين كل واحد منه يرسمه. هالشخص هيدا يلي معه صخرة مسك الصخرة تبعيته وبلش يحفها على الصخرة الكبيرة، وكل ما يحفها على الصخرة الكبيرة كانت في شغلات عم تنزل منها. ولما انتهى وقت الامتحان وقف هالملك وبلش يبرم على كل رسام من هالرسامين ويطلع على صورته، وكل صورة من الصور كان يلاقي فيها دفه، ولا صورة من الصور إلا ما لقى فيها دفه. بس لما وصل قدام هيك الشخص يلي معه صخرة وبقلبها الصخرة هيدي عم بحف على الصخرة الكبيرة، طلع شاف إنه هالصخرة صارت مثل المراية. ولما وقف قدامها الملك شاف صورته الطبيعية، صورته الحقيقية يعني ما بيقدر انه يعطي فيها ولا اي دفه، لانه كانت صورته مطبوعه بقلب الصخره وبيعطي الجايزه. مشان هيك نحن كل واحد منا صخره، والصخره حتى تكون حقيقه صوره الله عم تتجلى فيها بدنا نحفها كثير، وشغلات كثيره بدها تنزل منا، شغلات كثيره بدها توقع، شغلات كثيره بدنا نتخلى عنها، بدنا نتخلى عن كبريائنا، بدنا نتخلى عن انانيتنا، بدنا نتخلى عن طازتنا مرات كثيرة، عن فهمنا نحن مرات كثيرة إنه نحن اللي منفهم وغيرنا ما حدا بيفهم، ونتواضع ونكون حقيقة على مثال يسوع المسيح، نتطلع بالإنسان الآخر تطليعة محبة، ونكون مثل هالإنسان المخلع. ما يكون في عنا خوف إنه نطلب المساعدة من الأشخاص الآخرين، لأنه الضعف مع الضعف بيخلق قوة، إنما الضعف لحاله بيضل ضعف. مشان هيك خلينا نحط ضعفنا مع بعضنا البعض، ونقدر انه نكون نحن اقوياء بمن يقوينا. نرفع ايدنا ليسوع ونقول له يا رب نشينا. بصوت الابناء نكفي قداسنا ونقول نؤمن باله واحد. السماء والارض.
ايتين الوت مد بحيد الوه والوت الوه دم حادث اليوت ونبسو الطيب وطوخ يعول البيت وصغود بهايك لوت قوت شو صلوا علي بنت المران ألوم ربي القربون اترحم عليك الرب الإله العظيم يا من قبلت قرابين الأولين اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت بذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم لا سيما الطوباوية والدة الله مريم ومرمرون ومار يوحنا مارون ومار شربل ومار الياس الحي والقديسة ريتا اذكر اللهم أبانا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة خاصة من نقدم عنهم هذا القربان واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان Yeah.
المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أيها الرب الآب الرحيم القدوس، يا من أعددت لنا هذه الوليمة الروحانية بواسطة ابنك الوحيد، اقبل قربان هذه الذبيحة وامنحنا موهبة روحك القدوس، وأهلنا أن نعطي بعضنا بعضنا السلام بقلب نقي ومحبة إلهية، فنرفع لك المجد والإكرام الآن وكل آن وإلى الأبد. السلام لك مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لك يا أبتي كاهن المسيح، السلام لك يا خادم الروح القدس، السلام معكم يا إخوتي. فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. نسجد أمامك يا رب ونبتهل إليك أن تنظر إلينا راحما فتؤهلنا للدنو من مذبحك المقدس بنقاوة القلب وقداسة النفس والجسد، فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة حلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. نشكر الرب متائبين ولنسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنك قدوس يا مولانا غائب الحياة، ولك يجب المجد وبك يليق المديح، لأنك مبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس، بك يحيد الكارمي والسرافين ويشدون مترنمين بأصوات نقية والحان سماوية ممجدين مدين. Oh.
هاود قدوم حشود مع بيت حي ساب اللحم بيدا وقادشته يا بنت المدى وكادمار ساب خو المنى والخو دحلو فيكم وحلو ساكين متقصي ومتهي حوسو يتحوبي والحايد العلام علمي وخانوا عالكو سود مزغو من حمرو من مايو باريخ قادش ويا بنت المداو ديتيقيح ذاته دحلو فيكون وحلو ساقية متشاد ومتهي حوصو يتحوبي والحايد العلا علمي وزاد يسوع على هذا الإضاحة كله قائلا
كل مرة تكملون هذه الأسرار، تصنعون بذلك ذكري حتى مجيئي. نحب البشر نذكر تدبيرك ونبتئل إليك أن ترحم الساجدين لك وتخلص ميراثك يوم تظهر في آخر الزمان، فتجازي بعدل كل إنسان حسب أعماله، وأن نبيعتك تدرع إليك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول: نحن أيضا يا رب أبناك الخطأ، فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح، إياك نمجد، إياك نبارك، لك نسجد، فيك نعترف ومنك نطلب. فاشفق اللهم روحك المحيي وليرفع على هذا القربان ويجعله جسدا محيا ويسامحنا ويطهرنا ويقدسنا. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. فاجعل بحلولي هذا الخبز جسد المسيح إلهنا والممزوج في هذه الكأس دم المسيح إلهنا، لكي تكون لنا هذه الأسرار المقدسة لمغفرة الخطايا وشفاء النفس والجسد وتوطيد الضمير، فلا يهلك أحد من شعبك المؤمن، بل أهلنا أن نحيا بروحك ونسير بالنقاء ونرفع لك المجد والإكرام الآن وإلى الأبد. نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الإلهية من أجل كنيستك، لا سيما من أجل آبائنا ورعاتنا مار فرانسيس بابا روما، مار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي، مار منصور مطراننا، وسائر الأساقفة المستقيمين الرأي، لكيما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك، نسألك يا رب. في آياته من مقرر
يا بحر المراحم والحنان، يا ميناء الأمان والنجاة، أعطي رعيتنا أن تعيش زمن الصوم زمنا مقدسا، فيعود كل واحد منا إلى الآخر بصفاء نفس وتجديد عهد، ونصوم كجماعة بقلب واحد، وننفتح على الآخرين، فنشارك إخوتنا في خيراتنا المادية والروحية، ونزرع الفرح حولنا، نسألك يا رب. بحق آلامه المقدسة ارحمنا وارحم العالم أجمع. يا رب نصلي من أجل أوطاننا التي تشهد نسفا يبعد أبنائها عن أرضهم وأهلهم، رد إليها يا رب الأمن والاستقرار والازدهار، ورد لأبنائها الثقة بها والتعلق بالجذور وروح الانتماء، أعطهم أن يدركوا أنهم رسل لكلماتك وشهود لمحبتك في محيطهم، نسألك يا رب. بحق آلامهم المقدسة ارحمنا وارحم العالم أجمع. يا رب نصلي من أجل عائلاتنا المسيحية ومن أجل كل منا، كي يكون حيث زرعته في عائلته وعمله ومجتمعه رسول سلام وفرح وعطاء وشاهدا للحق والمحبة، نسألك يا رب. بحق آلامه المقدسة ارحمنا وارحم نصلي من أجل أبناء البلدة المقيمين والمغتربين، كي يتمكنوا من خلال مهاماتهم ودعواتهم المتنوعة أن يكونوا عضدا بعضهم لبعض وشهودا لحياة المسيح، نسألك يا رب. أنت الذي تدعونا إلى الحرية، ترى اليوم أن حريتنا مهددة وأن الكثيرين يحاولون سلبنا إياها لإرغامنا عن إخفاء الحقائق لإسكات صوتنا صوت الحق والمحبة، فيا رب لا تسمح لهؤلاء أن يحققوا مآربهم، بل نورهم ليعرفوا أن حريتنا ليست ملكا لهم، فنحن منك نستمدها ومن أجل كلمتك نسخرها، نسألك يا رب. بحق آلامهم المقدسة ارحمنا وارحم العالم أجمع. Seigneur, nous te prions pour les personnes handicapées, malades, les personnes âgées toutes seules. Nous te prions aussi pour les pauvres qui sont proches de la famille, pour les orphelins, les enfants maltraités ou en manque d'affection. Nous faisons appel à toi, nous qui nous manquons de rien. Seigneur, écoute notre prière. يا رب كما أبهجت المخلع حين قلت له قم أحمل فراشك وامشي، أبهج كل مريض يسيطر اليأس على حياته ويرزح تحت ثقل الألم والحزن، فتتجلى نعمتك فيه فرحا وحياة. وكما أعدت الابن الضال إلى أبيه، كذلك أعد إلينا أبناء الكنيسة الضالين إلى كنف الإيمان والصلاة والمواظبة على السجود وتناول جسدك. وكما أوقفت نسف تلك الفتاة التي لمست رداءك، كذلك أوقف نسف أدمغتنا إلى الهجرة ونسف دماء إخوتنا المضطهدين الذين تمسكوا بصليبك كسلاح قوي في وجه السيوف والنار، نسألك يا رب. بحق آلامهم المقدسة
موت المؤمنين المنتقلين منا إليك، الراقدين على رجائك، المنتظرين ذلك الصوت المحيي الذي سيدعوهم إلى الحياة. اقبل القرابين التي نقدمها لك عنهم، وأرحهم في ملكوتك، لأنك واحدا ظهر على الأرض بلا خطيئة، وهو ربنا يسوع الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. اللهم الموتى واغفر خطايانا التي كتبناها بمعرفتك وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وكل آن إلى الأبد. دوما يكفر عنا كما قد فدانا بنوع عجيب، أما قد تجسد طوعا وأجرى فوق الصليب، دماه الذكية تفوق الصليب. علمت بنوتنا لبين السماوي واخوتنا لبعضنا البعض. بصوت الابناء نرفع ايدينا صوبينا اللي ساكن بالاعالي، ومنصلي صلاه اللي علمنا هي الرب يسوع، منقول ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، اعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ الينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لان لك الملك والقوه والمجد الى ابد الآبدين امين. اجل ايها الرب محب البشر لا تهملنا لئلا تقوى علينا التجربه، بل خلصنا من الشرير ومن طرق منتوية، لأن لك الملكوت ولابنك الوحيد وروحك القدوس باروخ مور الآن وإلى الأبد. آمين. باروخ مورايا السلام لجميعكم. ومع روحك. يحنو رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر وأمام جسدي مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله، واقبلوا
اللهم شعبك المؤمن المنحني أمامك، خلصنا من المضرات، أهلنا أن نشترك في هذه الأسرار الإلهية بكل نقاوة وقداسة، فننال المسامحة ونتقدس بها ونرفع لك المجد والإكرام الآن وكل آن إلى الأبد. فلتكن نعمة الثالوث الأقدس الأزلي غير المخلوق المتساوي في الجوهر مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك ينظر كل واحد منا إلى الله الأشرار والخطار، ردهم إليك. اذكرنا يا رب متى أتيت في ملكوتك الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة.
إن الذين أكلوا جسدك وشربوا دمك يرعون الحياة يفرحون في النور بلقاء وجهك عندما يشرق صباح الحبور نشهد فيك للمسيح المهيب يجتلي حياتنا وقيامتنا الخطايا ولمجد اسمك القدوس وابنك الوحيد وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. السلام لجميعكم. يا من صرت إنسانا لأجلنا وخلصتنا بتقديم ذاتك ذبيحة عنا نجنا من الهلاك الأبدي واجعلنا هياكل لاسمك القدوس لأننا شعبك وميراثك وبك يليق المجد والوقار
ماضيك وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. يا إخوتي وأحبائي المباركين، أمضوا إلى منازلكم بالسلام الأمين، والنعمة التي وهبت لي توهب لكم في كل حين وتحرسكم من كل شر مبين. البنات منكم والبنين الحاضرين مع الغائبين، ورحمته تشمل الأحياء مع الأموات المؤمنين الموسومين برسم الصليب القاهر الأمين. وأنا العبد الخاطئ المسكين الذي أرجو غفران الخطايا قبل يوم الدين، لا زال بصلواتكم أستعين، ورحمة الله تعمنا وإياكم أجمعين. بسم الأب والابن والروح القدس من الآن وإلى أبد الآبدين. آمين. أمضوا بسلام وفرح المسيح.